قررت فيدرالية أولياء التلاميذ مراسلة القاضي الأول في البلاد رئيس الجمهورية من أجل التدخل لوضع حد للواقع المزري الذي يترنح فيه قطاع التربية منذ أشهر. وحملت رسالة الاستنجاد التي بعثت بها الفيدرالية احتجاجا رسميا على الإضرابات التي تضرب القطاع في الصميم، مع تحميل النقابات المضربة مسؤولية الوضع من جهة والدعوة لمقاضاتها من جهة أخرى. رسالتنا الموجهة إلى فخامة رئيس الجمهورية لم نتناول فيها تأجيل البكالوريا ولا العتبة على الدروس. احنا طلبنا من رئيس الجمهورية التدخل العاجل والسريع لإنقاذ الموسم الدراسي. رسالة الأولياء حملت أيضا اقتراحات رأوا بأنها ضرورية حاليا، مثل إمكانية تأجيل موعد امتحان البكالوريا الذي أضحى مسلسل الإضراب يتهدده بشكل مباشر، وأضحت نسبة كبيرة من الدروس ضائعة. جمعيات أولياء التلاميذ هددت بتنظيم اعتصامات داخل المؤسسات التربوية المضربة وأمام مديريات التربية للمطالبة بوقف الإضرابات حفاظا على مصلحة التلميذ. هذه قلت اقتراحات المجلس الوطني للجمعية الوطنية لأولياء التلاميذ، لكن الأخير اللي هو رفع دعوى قضائية ضد الأساتذة، هذا بعد ما تنفذ كل الطرق وكل السبل لإيجاد الحل لهذا الإضراب هذا في أسرع وقت ممكن. أما قضية الاعتصام فهذا كذلك مطلب تعالى كل الأولياء، وليس المجلس الوطني تاعنا أو الجمعية تاعنا، ولكن هو مطلب كل الأولياء الذين يراسلونني يوميا وينادونني عن طريق الهاتف ويقولون أننا نريد الاعتصام في المؤسسة التربوية وعلى مستوى مديرية التربية. فبين تصعيدات النقابات ومواصلتها للإضرابات وتعنت الوزارة الوصية، يبقى التلميذ محروم من حقه في الدراسة إلى أجل غير مسمى.